هذا الخبر من تركيا، حيث ألقت السلطات التركية القبض على 44 مشتبها يعتقد بأن لهم علاقات مع الموساد الإسرائيلي بعد أن رصدوا وهم يقومون بتسريب معلومات عن مقيمين فلسطينيين ومؤسسات وجمعيات فلسطينية تعمل في تركيا. وفي تحقيق خاص نقلت صحيفة صباح التركية عن مسؤولين أمنيين أن من أبرز الموقوفين مؤسس جمعية المحققين المستقلين وصاحب شركة للتحقيقات الخاصة في تركيا. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الزميل عمر دياب مراسل الجزيرة مباشر. عمر، أحييك ونتمنى أن نستمع منك عن تفاصيل أكثر عن مسألة الخلايا الإسرائيلية التابعة للموساد الإسرائيلي التي تم القبض عليها من قبل السلطات الإسرائيلية التركية. عفوا، تفضل. تحياتي أحمد. بالفعل وبحسب ما نشرته جريدة صباح التركية، تم إلقاء القبض على 44 شخصا بتهمة التجسس على أفراد ومنظمات فلسطينية هنا في تركيا، منظمات غير حكومية بالتأكيد هنا في تركيا، وتسليم تلك المعلومات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي مقابل أموال تم دفعها لهم. وما زال 13 شخصا من هذه الخلية فارين، وما زالت السلطات التركية تبحث عنهم. تم إحالة 7 أشخاص بالفعل إلى الإدعاء العام والمحاكمة، فيما لا تزال عمليات استجواب باقي أفراد الخلية المضبوطين من قبل مكتب مكافحة الإرهاب. وهذا يعني أن هذا الرقم مرشح للإزدياد مع استمرار عمليات الاستجواب، وعمليات الاستجواب هذه قد تجلب أفراد آخرين تعاونوا مع تلك الخلية في عمليات التجسس. الخلية اتخذت ستار لمكاتب استشارية مرخصة على أنها مكاتب وشركات استشارية، ولكنها بالفعل وكانت تعمل في مجال التحريات السرية لجمع المعلومات عن نشطاء ومنظمات فلسطينية غير حكومية. ليست تلك المرة الأولى التي يتم فيها ضبط خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي، ففي العام الماضي في أكتوبر تحديدا من العام الماضي تم ضبط 15 شخصا جميعهم يحملون الجنسيات العربية، تم ضبطهم بتهمة التجسس على الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية، وتم رصد عمليات دفع أموال لهم من قبل أحد ضباط الموساد الذي يعيش في أحد دول الاتحاد الأوروبي. على الرغم من العلاقات الجيدة والإيجابية ما بين إسرائيل وتركيا في الفترة الأخيرة، حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الإسرائيلي، وكذلك أوفد عدد من الوزراء الأتراك إلى تل أبيب لعقد مباحثات مشتركة في العديد من المجالات الأمنية والاقتصادية ومجال الطاقة، إلا أن استمرار سقوط تلك الخلايا يؤشر إلى ما كان أشار له محللون أتراك من أن ملف النشطاء الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا والذي ازداد في السنوات الأخيرة هو ما زال أحد الملفات العالقة ما بين الدولتين، حيث نقل عدد من المحللين الأتراك أن السلطات الإسرائيلية طالبت السلطات التركية عدة مرات بطرد النشطاء الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا، ويتم يعني يحسبون
يواظبون على حركات المقاومة مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد وغيرها من الحركات، ولكن تركيا رفضت هذه المطالب، بل استقبلت تركيا في الفترات الأخيرة وفي السنوات الأخيرة عدد من الجرحى، منهم جرحى مسيرات العودة الذين أصيبوا بإصابات بالغة، استقبلتهم تركيا هنا وتلقوا العلاج على نفقة الدولة التركية. ويبدو أنه على الرغم من العلاقات الطيبة إلا أن هذا الملف، ملف النشطاء الفلسطينيين والتجسس الموساد على هؤلاء النشطاء، سيبقى مستمرا، ولكن الموساد يبدو أنه يحافظ على أن يكون الجواسيس هم من غير الجنسيات الإسرائيلية ويكونوا من الأتراك أو من العرب المقيمين على الأراضي التركية حتى لا تعود العلاقات الإسرائيلية التركية إلى المربع رقم صفر. شكرا جزيلا لك زميل عمر دياب مراسل الجزيرة مباشر، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول. مشاهدينا الكرام.